طب الناس كلها شافت حرفان الكابتن حمادة عبد اللطيف وتأثروا بيه. كابتن حمادة وانت صغير او في الناشئين، مين اللي كان بيمتعك؟ كنت بتشوف مين من اللعيبة حريف؟ كنت ممكن تشوف ايه ده يعني ده حريف انا بحب اتفرج عليه؟ لا في لعيبة كتير طبعا زمان كانت موجودة سواء في كل اندية مصر يعني متعة، يعني مثلا في الكابتن حسن شحاتة، في الكابتن محمود الخطيب النادي الاهلي، في كان الكابتن حمادة الرومي نجم نادي الاسماعيلي، ده كان طبعا ده كان اسطورة وحريف، الكابتن محمد حازم اسماعيلي، لا في لعيبة كتيرة جدا. بس انا عمري ما يعني ما تمنيت ان انا مثلا ايه ابقى زي حد او اقلد حد، اقول انا نفسي ابقى زي فلان او علان، لا انا كنت ايه ليا شخصيتي، او يعني اول ما طلعت لا انا عايز اكون حمادة عبد اللطيف، حمادة بلعبي، لكن استمتع باللعيبه دي واتفرج عليها، في طاهر وكابتن طاهر ابو زيد، في لعيبه كتير جدا مارادونا. لكن يعني ما اقولش ابقى عايز ابقى زي فلان، لا انا عايز ابقى حمادة عبد اللطيف، يعني ليه طريقه لعبه خاصه بي، لكن كلهم كانوا بيمتعوني طبعا. وقد كان كابتن اصبح حمادة عبد اللطيف هو الحاوي، واستمرت بقى مسيرتك مع كرة القدم يا كابتن حتى بعد نادي الزمالك، لعبت في لبنان وكانت فترة كانت مميزة جدا في لبنان. بص انا اول حاجة انا في نادي الزمالك وانا عندي 14 سنة يعني في عمر يعني بقالي دلوقتي حوالي 45 سنة وتواجد في نادي الزمالك، انا سني 59 سنة، تربيت في النادي، لعبت في قطاع الناشئين، لعبت درجة أولى، مدربين كتير طبعا مرنوني وليهم فضل عليا، كابتن علي شرف رحمة الله عليه، كابتن بدر حداد الله يرحمه طبعا، كابتن حمادة الشرقاوي، كابتن أيمن يمني ربنا يديله الصحة، كابتن طحاوي، كابتن أشرف جابر، اتمرنا في النادي وعرفنا يعني ايه كرة قدم، عرفنا يعني ايه انتماء للنادي، حب للنادي، انضباط في النادي. خدت بقى فترتي طلعت درجة أولى، كان عندي 19 سنة، كان مستر فاسوفيتش الغزلافي، لعبت درجة أولى وأنا عندي 19 سنة مع أجيال بقى في نص الملعب، هقول لك اسامي تخد يعني، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن مجدي شلبي، كابتن محمد حلمي، وانا طالع لسه كان في عندنا لعيب اسمه هنيرا تومسون برضو، كان افريقي كان لعيب مش وحش. فانت طالع بقى صغير، كنت بقعد في التقسيم احتياطي وانا عندي 19 سنه، انزل الشوط الثاني عشان كان مستر فاسفوتش ده مقتنع بيه وفرحان ان انا قاعد احتياطي في التقسيم العب شوط واحد. فاول ما نزلت ربنا يعني كرمني وكده، وانا اصلا من النوع الجماهيري، فالجماهير كانت بتجيلي وانا صغير النادي يتفرجوا عليا وانا عندي 14 سنه، فرقتنا يعني مش انا لوحدي طبعا، فمتعود بقى على الجمهور. وابتدت بقى المسيره يعني اول سنه ما تلعبش كتير طبعا، تلعب 6-7 ماتشات، ثاني سنه كذلك، لكن ابتداء من سنه 85 يعني حمادة عبد اللطيف طبعا ايه موجود رقم يعني موجود من اللعيبه الاساسيين يعني دايما لغايه سنه 90. بعد كده انا احترفت سنه في سلطنه عمان في نادي مرباط العماني، وخدت احسن لعيب اجنبي هناك كان في طبعا لعيبه كتيره جدا، كان معايا طاهر ابو زيد، كان معايا التيمومي نجم المغرب، كان معايا خيري نجم برضو المغرب، في انديه تاني مختلفه، ايمن منصور، ولعبت سنه هناك. وبعد كده طبعا رجعت، كنت طبعا بعشق انا الكابتن عصام بهيج رحمه الله عليه، ده كان اب روحي ليا، فكان فينا راح نادي النجمه لبنان هو كان ماسكهم، فطلب ان انا اروح معاه انا وطريق يحيى، رحت انا وطريق يحيى، وكان في لعيب اسمه محمد اسماعيل اللي هو دلوقتي مدير الكوره في نادي انبي، ورحت برضك قعدت 3 سنين عملت برضك شعبيه هناك وتاريخ كويس، وادينا ماتشات كويسه مع نادي النجمه، ونادي النجمه من الانديه الجميله برضك في لبنان، اكبر جماهيريه هناك، كان ملعب يتقفل يعني قبل الماتش بثلاث ساعات، ملعب مثلا برج حمود ده ياخد 25-30 ألف كومبليت قبل الماتش بثلاث ساعات، الساعه 10:30 11 الملعب اتقفل، يعني جمهور النجمه معروف في لبنان بس. ورجعت بقى عملت بس كابتن طارق يحيى بيحكي عليك حكاوي، طارق لذيذ، قال بجد كان بيعمل حاجات معتاده ان هو العلم، بس جمهور النجمه في لبنان كان بيعشق كابتن حمادة عبد اللطيف الحمد لله، وكانوا بيحبوا طارق يحيى برضك، وطارق قعد سنه، بس هو طارق عشان قعد سنه بس ومشي، انا قعدت عشان قعدت 3 سنين، لكن هو جمهور النجمه ذواق زي جمهور الزمالك هنا ذواق برضك، دايما الجمهور بيحب اللعبه الحلوه، بيحب اللعيبه ويكون برضك مؤدب محترم، الحاجات دي بتساعدك، الكوره مش لعب فقط، الكوره مش 90 دقيقه في الملعب، الكوره ازاي انت بتتعامل مع الناس، ازاي ما عندكش تعالي او كبرياء او غرور، مهما الكوره اديتك، حتى ده طبيعي لغايه دلوقتي وانا موجود مثلا شغال في قناه الزمالك بقالي 3 سنين، ده طبيعي، والناس هنا
اللي في القناه عارفين ان احمد عبد اللطيف انسان سهل وبسيط وسهل التعامل معاه، ما عنديش مشكله مع حد خالص، عندي متصافي مع نفسي الحمد لله. ده سر حب الناس ليك. الحمد لله الحمد ما شاء الله. من اصغر واحد لاكبر واحد في اي شغلانه موجوده في الغداء، الناس كلها بتستقبلك بتحب توجهك، وانا بحبهم وما عنديش مشكله مع اي حد، زي ما بقول لك انا متصافي مع نفسي وبحب الناس كلها وبحب الخير للناس كلها، وعمري ما فكرت في يوم من الايام اتكلم على حد او اسيء حد، دي بعتبرها اللي انا انسان ما تربيتش، لكن انا اهلي ربوني كويس، متربي انا راجل شرقاوي اساسا طبعا، من كفر صقر شرقيه. من كفر صقر شرقيه طبعا، والدي والدتي ربونا كويس على احترام الكبير واحترام الصغير كمان.